بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثالث من هذا الشهر المبارك، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم فيه الصيام والقيام. وموضوعنا اليوم سيكون موضوعا عاما كما هو عادتنا في هذا الشهر، لنستقبل الكثير من الأسئلة التي ترد من عندكم. ضيفنا العزيز في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة. أما أرقامنا التي نستقبل عليكم عليها مشاركاتكم فهي 2453532، ورقم آخر 9177-6350. هذه الأرقام تظهر على الشاشة بين الحين والآخر، إنما أردنا التذكير بها فقط. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. آمين. فضيلة الشيخ، نطمع في هذا الشهر المبارك أن نحصل على حصيلة جيدة من تفسير بعض الآيات التي يتساءل عنها الإخوة المتابعون للبرنامج، وكان ذلك أيضا دأبنا العام الماضي. الأخ زاهر السابقي يسأل: في سورة يونس وردت آيتان متتاليتان، ومنهم من يستمعون إليك، وفي الثانية ومنهم من ينظر إليك، لما جاء الفعل في الأولى مسندا للجمع وفي الثانية للمفرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ثم قال: ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ فبحث العلماء في وجه التفرقة بين استخدام الفعلين في الموضعين، ففي الاستماع قال يستمعون بصيغة الجمع، وفي النظر قال أتى بالفعل بصيغة الإفراد. ومنهم من قال بأن جهات الإسماع متعددة، ولذلك ناسب ذلك أن يكون الفعل بصيغة الجمع، بينما جهة الإبصار فإنها تبصر ما يقابلها وهو واحد، فناسب أن يكون ذلك بصيغة الإفراد. لكن الذي يظهر، ولا أزعم أني اطلعت عليه، وإنما بإمعان نظر في السياق القرآني، فإن هذا السياق هو سياق تعجيب من أحوال هؤلاء الذين أتاهم النور فصدوا أنفسهم عنه، فما استمعوا إلى حجة ولا قبلوا برهانا ولا اعتبروا بما رأوه من الآيات البينات التي أتاهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الأبلغ في تمكن وصف الذم في هؤلاء حين الاستماع أن يكونوا جميعا مستمعين. فإنه إن كدر الاستماع صوت نشاز فإن ذلك يؤثر على تمكن المستمع من سماع ما يقوله الآخر، ولذلك فحينما يكونون جميعا مستمعين فإن ذلك أبلغ في إيصال الصوت إليهم، وهذا يعني أن يكون أبلغ في النكاية بهم حينما لا يعتبرون، حينما لا تنفعل حواسهم ومداركهم لما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للتمثيل، حينما نستمع نحن إلى صوت آت فإن لم نكن جميعا مستمعين فإن بعضنا يمكن أن يشوش على بعض، وحينئذ لا يتحصل لنا الاستماع الذي تتحقق به الحجة علينا، قد لا يحصل ذلك لأن فينا من يتكلم وفينا من يشوش على الآخرين. أما إذا كنا جميعا منصتين مستمعين فحينئذ تكون الحجة أبلغ في القيام علينا.
أما في النظر فإن ذلك يعتمد على حال الناظر، فإنه إن سلط بصره نحو جهة واحدة ونظر إليها فإن ذلك كاف في تحقق الحجة عليه، ولذلك أتي بصيغة الجمع في الاستماع وبصيغة الإفراد في حالة النظر في هذا السياق. جميل، والله تعالى أعلم. جميل، جزاكم الله خير. الإخوة عجلوا بالاتصال، لا نريد أن نبقيهم طويلا على الخط. الأخ يونس المحروقي، عبد الله العامري، أخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين دكتور، كيف الحال؟ الله يبارك فيك الأخ عبد الله. الحمد لله، شكر الله. مباركين على الشهر الفضيل. الله يبارك فيك ونسأل الله يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله. تفضل الأخ. كيف الله يفضل عليك دكتور، بس سؤالي في الزكاة دكتور، أنا اشترى أرضا بغرض يعني البناء، هل فيها زكاة أم لا؟ مرة أخرى، سؤالي في زكاة الأراضي، من اشترى أرضا بغرض البناء هل فيها أراضي، هل فيها زكاة أم لا؟ هو اشتراها. نعم، اشتراها بغرض البناء وحال عليها الحول. نعم، وكان قصده هو بغرض البناء وليس بغرض يعني أن يتاجر فيها. طيب، هل فيها زكاة أم لا؟ واضح. نعم، إن شاء الله. شكرا الأخ يونس، شكرا جزيلا. الأخ إبراهيم. أخ إبراهيم، ننوه دائما بأن الاستماع إلينا ينبغي أن يكون عن طريق السماعة، سماعة الهاتف مباشرة وليس عن طريق الشاشة، لأن الصوت في الشاشة قد يتأخر. أخ إبراهيم. طيب، نعود إلى أسئلتنا فضيلة الشيخ. أو لنأخذ سؤال الأخ يونس، اشترى أرضا لغرض البناء من أجل أن يبني عليها بيتا حال عليها الحول، هل عليه زكاة فيها؟ لا، الجواب لا زكاة عليه فيها، والله تعالى أعلم. جميل. هناك آية أخرى أيضا، بما أننا نتحدث في موضوع الآيات، من الأخ الأزهر الراشدي، يقول في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. بدأت الآيات بذكر تحليل الطيبات ثم تحليل الصيد بالمعلم من الجوارح وختمت بذكر سريع الحساب، ما الدلالة في ذلك أو العلاقة بين أول الآية وخاتمتها؟ خاتمة الآية إن الله سريع الحساب. نعم. ما يتعلق بالذبائح والأطعمة من الأمور المقترنة في كتاب الله عز وجل بقضايا الإيمان والعبادات، فلا ينبغي للمسلمين اليوم أن يتهاونوا فيما يتعلق بذبائحهم وطعامهم، لأننا حينما ننظر في آيات الكتاب العزيز نجد أن أمر الذبائح وهو المقصود بالطعام، أي ما يحتاج إلى ذبح، ما يحتاج إلى تذكية، يرد في كتاب الله عز وجل في سياقات مغلظة تتصل كثيرا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده جل وعلا، وتتصل بالتعبد له جل وعلا. ولذلك فإن هذا السياق في هذه الآية الكريمة هو أولا من هذا الباب، ففيه إغلاظ، لأن مما سرى إلى أهل الأوثان أنهم كانوا يذبحون لغير الله تبارك وتعالى، كانوا يقدمون قرابين لأصنامهم وأوثانهم، ومنهم من كان يقتصر على ترك التسمية على ذبائحهم ولو لم يقصدوا بها القرابين، فتركوا هذا الموروث من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك جاءت المعالجة في كتاب الله عز وجل لتجتث بقايا الوثنية هذه من واقع حياة الناس، ولتقرر أن الذبح لا بد أن يكون مشروطا بذكر اسم الله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك ختمت هذه الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى مذكرا عباده، سواء كانوا السائلين في صدر الآية لأنه قال يسألونك ماذا أحل لهم، أو المخاطبين عموما، يذكرهم بأن الله تبارك وتعالى قريب الحساب سريع الحساب، فهو إما أن يعجل
لهم الحساب في دنياهم إنهم أكلوا مما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه بما يمكن أن يصيبهم في أبدانهم وفي صحتهم وفي أموالهم واقتصادهم، أو أن المقصود هو التذكير بشدة مراقبة الله تبارك وتعالى والعظة بالمنقلب الذي يؤول إليه هذا الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي سخر ومكن لهذا الإنسان، فعليه أن يتذكر الحساب وأن الله جل وعلا سريع الحساب، حتى هذه التي يمكن أن تبدو للبعض من ما لا يعبأ به فهي عند الله تبارك وتعالى داخلة في الحساب، والله تعالى أعلم. جميل، جميل جدا. لنبدأ بالأسئلة الأخرى الآن إن شاء الله تعالى التي لا ترتبط بالآيات، إنما ترتبط بها من طريق آخر، طريق الأحكام، استنباط الأحكام. السائل يقول: شخص لم يصلي الصلاة بطريقة صحيحة، لم يؤدي أحد الأركان أركان الصلاة لمدة 5 سنوات، هل عليه أن يقضي الصلوات أم عليه كفارة؟ هو الأولى أن يبين. نعم. لأنه يفترض يعني نحن أن نجيب على هذا السؤال وقد لا يكون فقيها بما فيه الكفاية ليقرر أن الخلل الذي أصاب صلاته هو ترك لركن من أركانها. أما إن ثبت فعلا وكان عنده من الفقه ما يبين له أن الذي تركه إنما هو ركن من أركان الصلاة، ففي هذه الحالة عليه مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى أن يقضي الصلوات التي أداها دون هذا الركن الذي تركه، والله تعالى أعلم. لكن ليبين ما الخلل الذي كان في صلاته حتى يكون الجواب موافقا لمسألته، والله تعالى أعلم. جميل جدا. ناخذ مكالمات. الاخ محمد الاخزمي، محمد او محمود الاخزمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمود، عندي سؤال. تفضل. سمعت الشيخ لو تفضلتم. تفضل. رجل صلى صلاه الظهر ثم سقي وهو اثناء الصلاه، ولكنه ارجع القي وبعد ذلك بعد أن رجع القيء رجع إلى المنزل وقام بأكل الأكل. أفطر يعني؟ هي نعم أفطر. نعم. وكان مريضا. سبب إن هل كان مريضا؟ لا فقط. هو طيب. تقي أثناء الصلاة ثم أرجع القيء ثم أفطر. يعني تقيأ، نحن نخشى فقط أن يكون هناك ارتباط للمعنى بين النخامة وبين القيء القلس. ماذا تقصد بالقيء؟ القيء القلس. نعم. يعني جيد. وقام برده إلى الداخل. نعم. طيب إن شاء الله. أحسنت. تفضل. مشكور الأخ محمود، شكرا جزيلا. بدر المعمري. السلام عليك يا شيخ. عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. ترفع الصوت فقط لأخ بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أنا عندي سؤال بسيط، لا أطول عليك. تفضل. ألو. نعم أسمعك. رجل بلغ يعني عنده مال وبلغ عليه النصاب، ما يعني ما زكى عن ماله. عنده أموال وبلغت النصاب، حال عليها الحول؟ أخ بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ طيب لا بأس، نأخذ ماجد الصبحي. ماجد. طيب ريتما تنحل هذه المشكلة. نعود إلى سيدتنا فضيلة الشيخ ونفتح هذه المرة الفيسبوك. الأخ هاشم يقول: امرأة كانت تخرج زكاة مالها على مجموع المبالغ المتوفرة في حساباتها بغض النظر عما إذا كان قد حال عليها الحول أم لم يحل، كانت تعتبر الفائض من الزكاة تغطية لأي نواقص في الزكاة في الزكوات الماضية. هذه المرأة لم تكن تعلم أن زكاة الذهب واجبة عليها، هل يجب عليها مع ما تقوم به من الأعمال السابقة أن تخرج زكاة الذهب للسنوات الماضية؟
فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال، نعم، إن كانت الأموال المتجمعة المدخرة لديها بالغة النصاب وحال عليها الحول فالزكاة واجبة فيها، ولا يتصور أن تكون هناك فضلة، لأن الزكاة تجب في كل المال البالغ النصاب الذي حال عليه الحول، لا يلزم أن يكون كل جزء من المال يحول عليه الحول، فالأموال التي تأتي بعد النصاب وحولان الحول فإنها تكون من ذلك الحول، تكون من حول الأصل، ولذلك تسمى زكاة الفائدة، وهي تبع على الراجح وهو قول الجمهور تبع لزكاة الأصل، ويقصدون بالأصل المقدار الذي يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن كل الزيادات التي تأتي بعد ذلك يكون حولها من حول ذلك الأصل، فتزكى جميعا. إذن لا يتصور ما يتعلق بالفضلة، وعلى هذا فهذا يقودنا إلى الشق الثاني وهو ما يتعلق بزكاة الذهب. ومع وجود الخلاف في زكاة الذهب لا يمكن أيضا إغفال أن في مسألة الذهب خلافا فيما يتعلق بالذهب المستعمل، فيما يتعلق بالذهب الملبوس، لكن القول الصحيح الذي تشهد له أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشهد له عموم القرآن الكريم حينما قال ربنا تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة فلم يميز بين ذهب وآخر، فالوعيد وارد على من يكنز الذهب والفضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يستفصل مجموع الروايات التي كان يغلظ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض النساء المؤمنات إن كن لم يؤدين زكاة ما في أيديهن أو ما في ما كن يتخذنه من ذهب مستعمل من حلي، فإنه ما كان يستفسر، ما كان يسأل، وكان يأمر بأداء الزكاة بأداء الحقوق عن هذا الذهب. لا يحتج بأن أفراد هذه الروايات فيها ضعف، وإنما النظر إلى مجموعها مع ما يعضلها من كتاب الله عز وجل، بالإضافة إلى النظر إلى الحكمة من الزكاة. الآن هذا هو القول إذن الراجح، وقد سبق يعني بيان الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب حتى وإن كان ملبوسا مستعملا في مناسبات شتى، وإنما هذا من باب التذكير حتى لا يحتج علينا ب يعني قول آخر، مع اعترافنا أن هذا القول موجود ويقول به طائفة، يقول به طائفة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، لكننا نتحدث عن فريضة، عن ركن من أركان الإسلام، وهي يعني لا تزيد فيما يتعلق بالنقدين، لا تزيد، وهي مقدارها ربع العشر 2.5% فقط. ففي هذه الحالة يجب على هذه المرأة نظرا للقول الراجح المفتى به يجب عليها أن تتوب أولا وأن تؤدي زكاة الذهب الذي لم تؤدي زكاته في الأعوام السابقة، والله تعالى أعلم. سواء كانت ميسورة أو غير ميسورة سواء، هذه مسألة أخرى إن أردت أن نبين فيها. الزكاة تجب في جنس ذلك المال، وهي كما يقول الفقهاء هي شريكة لرب المال، أي الزكاة شريكة، فهي ليست واجبة على من كان محققا للغنى في كل وجوه الثروة والأموال، فإن كان واجدا لما تجب فيه الزكاة من الأنعام فإذا الزكاة واجبة عليه في جنس ذلك المال المزكى الذي هو الأنعام، حتى وإن كان لا يجد ما يتعلق بالنقدين أو بالنقود المعاصرة على سبيل المثال، وإن كان أيضا رجلا كان وامرأة عنده من الذهب والفضة ما هو بالغ النصاب وحال عليه الحول فإذا تجب عليه الزكاة في ذلك الجنس من المال، حتى نفهم، لأن بعض الناس أيضا لا ينظر في ما يملكه من جنس المال المزكى. الزكاة تجب في أصناف من الأموال، تجب في زكاة الزروع والثمار، تجب في أصناف من الزروع والثمار وفي الأنعام وفي النقدين وفي الركاز وفي عروض التجارة. فمن كان محققا لشروط الزكاة في جنس ذلك المال وجبت عليه الزكاة في ذلك الجنس، والله تعالى أعلم. جميل جدا، أصبح الأمر واضحا الآن. نأخذ مكالمة الأخ فهد الراشدي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين شيخ. الله يبارك فيك، تفضل أخ فهد. السؤال الأول في بعض الأعمال في الأحاديث الشريفة أعمال بسيطة تدخل الجنة وأعمال بسيطة تدخل النار، السؤال هل الطريق إلى الجنة سهل؟ طيب السؤال الثاني، نلاحظ بعض المسلمين الآن الاستهزاء بالدين والعبادات مثل الصلاة والحج والكثير من الأمور في الدين، الاستهزاء بشكل كبير بمقاطع فيديو أو بنكت وما إلى ذلك، ما نصيحتكم لهذا؟ طيب هل يحضرك شيء من الأحاديث التي تسأل عنها؟ حاليا لا والله، لكن هاي. مثل ما قرينا وطلعنا أن بعض الأحاديث بسيطة، يعني أعمال يعني قليلة، أعمال بسيطة تدخل الجنة وأعمال بسيطة تدخل النار يعني. جيد جيد إن شاء الله. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. الأخ صلاح العبري. سليمان الحسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ سليمان تفضل. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سليمان. الربيع بن حبيب. طيب الأخ محمود الأخزمي يسأل، يقول رجل كان يصلي الظهر فقاء في الصلاة أثناء الصلاة ورد ذلك القيء إلى جوفه ثم ذهب إلى البيت ظانا بأنه قد أفطر فأكل. هو يقول بأنه بعد ذلك وضح قال القلس لما سألته. نعم القلس. قال القلس. الحاصل بأنه أخطأ لا شك، وأخطأ حينما رجع ذلك القلس أو القيء إلى جوفه، وأخطأ حينما أفطر من بعد، لكن نظرا للشبهات المتواردة على مسألته فإن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يقضي صيام هذا اليوم وتدرى عنه الكفارة للشبهات، والله تعالى أعلم. هل هذه الشبهات التي تتحدث عنها هي الجهل أم هي الخلاف حول القيء والقلس؟ الجهل ثم يعني ما يتعلق بلعل الذي دفعه إلى ذلك أنه كان في الصلاة. نعم. وكثير من الناس لا يعرفون أن عليهم أن يخرجوا، لا حرج عليهم في إخراج القلس أثناء الصلاة في ولو كانوا في صلاتهم، وهنا عليه أن يعيد الوضوء، أن ينصرف فيعيد الوضوء ثم يلتحق بالصلاة مرة أخرى. نعم. يجهل هذه الأحكام الشرعية ويظن أنه بذلك يكون قد أفطر فيذهب ويأكل ويشرب، فهو مدار هذه الشبهات المتواردة عليه إنما هو الجهل لا شك. نعم. لكن مع وجود مع التوارد يعني جملة من الفروع في مسألته ولم يقصد المخالفة، وإلا فقد عرض صومه لخطر كبير، يعني لا شك أنه قد عرض صومه لخطر، وإنما مسألة القيء أو القلس، وحتى في سؤالك هي لا يميز بين القيء. نعم. والقلس، لكن هذا لا يعني أن كل من وقع في مثل هذه الصورة أنه يمكن أن تدرى عنه الكفارة، وإنما في خصوص مسألته هذه، والله تعالى أعلم. جميل. وعليه أن يعيد الظهر أيضا، صلاة الظهر. وعليه أن يعيد صلاة الظهر. نعم. أفلح الصقري. لا خفلح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير والنور، أهلا بك. عندي سؤالين. تفضل دكتور. تفضل. السؤال الأول عن رجل يعني كان يزكي من ماله لسنوات ثم انقطع يعني، فما أعرف إيش الحكم اللي عليه، بما أنه يعني شخص ما عنده يعني زكاة مال سنويا، يعني لم يحول عليه ماله نصاب، يعني انقطع زكاته. تقصد ان الاموال يعني لم يعد لديه اموال تبلغ النصاب؟ بالضبط. ولكن الحول كيف يزكي؟ نعم. واضح. السؤال الثاني عن صلاه الوتر، رجل كان يصلي الوتر ركعه واحده فقط، يعني ظل هذا الموضوع لسنوات، هل عليه ان يصلي ثلاث ركعات ام تجزي ركعه واحده؟ طيب واضح. واضح إن شاء الله. جزاكم الله خير. المهم هذا الذي كان يزكي في كل عام لم تعد لديه أموال الآن يزكيها.
نعم بالضبط. أنت تسأل الآن، سيحول عليه الحول ولكن ليس عنده مال، صحيح؟ وحال عليه أكثر من حول. واضح واضح. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ صلاح العبري أظن أو فهد الراشدي يقول: هناك بعض الأحاديث تذكر أعمالا قليلة ولكن المكافأة كبيرة جدا، يدخل الجنة إذا فعل ذلك العمل الصغير، هل هذه الأحاديث تدفع إلى الريبة؟ يقول: هل الجنة رخيصة بحيث يمكن أن يدخلها الإنسان بعمل صغير كهذا؟ هذا يتساءل هو. هو من الذي يصنف الأعمال إلى صغيرة أو كبيرة؟ فكل ما ثبت سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دالا على أنه موصل إلى الجنة، فلا ريب أنه عظيم عند الله تعالى، وما على هذا العبد إلا أن يطيع وأن يأتي ذلك الفعل قدر استطاعته. وكذا الحال بالنسبة لما قد يبدو للناس أنه أيضا محقر من الأعمال، إلا أن الأدلة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنص على أنه مما يورث صاحبه سخط الله عز وجل ويدخله النار والعياذ بالله، فهذا يدل على أنه عمل خطير، على أنه من المعاصي والآثام، وعلى المسلم أن يجتنب أن يقع في هذه المعاصي والآثام. خذ على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعله من الباب الذي يسأل عنه السائل، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قد يبدو هذا العمل بسيطا يسيرا لعموم الناس، لكن هل يأتونه مع كونه يسيرا مقدورا عليه؟ هل يقومون به؟ فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين أن هناك أصنافا من ذكر الله تبارك وتعالى حينما يؤديها هذا العبد مخلصا لله تبارك وتعالى، مستشعرا معانيها، موصولا قلبه بالله تبارك وتعالى، مجتنبا للكبائر التي تبطل ثواب عمله، فإن الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه قد وعده الجنان. وكذا الحال بالنسبة لبعض ما يحقره الناس من أعمال، كما في الحديث الشهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجلين، أي على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، أي في نظرهما ما كان يعدان هذه الأعمال من السعي بين الناس بالنميمة أو من الاستبراء من البول، ما كان يعدانها أنها مما يمكن أن تورث العياذ أن تورث العذاب والعياذ بالله. وكذا الحال في نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قد يبدو أيضا مثل هذا الفعل سهلا يسيرا لا يعبأ به، فيتعجب بعض الناس كيف أنه يمكن أن يكون سببا للهلكة، مع أنه كما تقدم هذه الموازين المتعلقة بالأعمال التي يقبلها الله تبارك وتعالى وترضيه، أو تلك التي لا يقبلها وتسخطه، إنما هي موازين من عنده سبحانه وتعالى، لا نأخذها إلا من كتابه، من قرآننا، أو من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني عدم الالتفات إلى سائر الشروط مما يتعلق بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وابتغاء الأجر والثواب، واجتناب الرياء والسمعة، وتجنب أسباب النفاق والوقوع في المعاصي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فكل هذه الشروط هي أيضا حاضرة، وإن لم ينص عليها في نفس تلك الرواية، إلا أن الأدلة الشرعية متضافرة على أنها مشروطة معلومة
يجب الأخذ بها والوقوف عندها والتمسك بها، والله تعالى أعلم. هناك سؤال يتعلق بهذا الموضوع، ولكن نستقبل هذه المكالمات. الأخ داود الحارثي، وعلى ذلك نرجو أن تتوقفوا، لدينا أسئلة كثيرة أيضا في تويتر والفيسبوك. داود الحارثي، الربيع بن حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ كهلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. أهلا. بارك عليك الشهر الفضيل. بارك الله فيك وبلغنا وإياك تمامه وتقبل منا ومنكم. آمين يا رب العالمين. الشيخ لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول في قوله تعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لماذا يعني أبدأ النهار قبل الليل؟ يعني أبدأ الليل قبل النهار، عادة يعني يبدأ بالنهار ثم الليل. طيب. السؤال الثاني في قوله تعالى: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، لماذا ذكر الإعلان بعد الجهر؟ يعني ما الفرق بين الإعلان والجهر؟ نعم. السؤال الثالث، لماذا أكد الإسرار عندما قال أسررت لهم إسرارا ولم يؤكد الإعلان؟ يعني لم يقل أعلنت لهم إعلانا. واضح واضح. ولا تنسونا مصالح دعائك. بارك الله فيك الربيع، صوتك جميل جدا، وننصحك أن يعني أن تكون هذه التلاوات متاحة للجميع إن شاء الله، طريق الإذاعة أو مشاركاتك في شبكات التواصل إن شاء الله. شكرا لك، الله يبارك فيك. الآن سنأتي إلى بعض الأسئلة التي تنتظر أيضا في الشبكات. كان من ضمن الأسئلة: هل يجوز أن تعطى هذه الزكاة لعاملات المنازل مسلمات أو غير مسلمات؟ الأصل أن تعطى الزكاة للمسلمين والمسلمات. نعم. وإنما سهم المؤلفة قلوبهم فيه خلاف عند الفقهاء، وأمره إلى ولي الأمر، هو الذي يقرر. إن كان هناك من يعني يتألف قلبه ويدفع شره، فالأمر فيه إلى ولي الأمر الشرعي العادل الفقيه، وإلا فإن الموكول إلى الناس هو الدفع إلى الأصناف أن يؤدوا زكاتهم، زكاة أموالهم، إلى الأصناف التي يمكن لهم أن يعرفوا استحقاقهم من الفقراء والمساكين والغارمين، فهذا في مقدور المزكين أن يطلعوا على أحوال هؤلاء المستحقين فيدفعوا إليهم زكوات أموالهم، وهؤلاء لابد أن يكونوا من أهل الإسلام. أما أن يكون من العاملات فليست العبرة بكونهن عاملات أو لا، هن أجيرات، لا علاقة لذلك بدفع الزكاة، اللهم إلا إن كان يقصد أن يزدن في العمل في مقابل إعطائهن من الزكاة، أو كان يظن أن ذلك في أن ذلك من الأجرة لهن أو بدل الأجرة، فهذا لا يصح شرعا. فمع انتفاء هذه الرية فلا مانع من إعطائهن إذا كن فقيرات أو مسكينات أو غارمات، مع إعطاء بني المجتمع أيضا، لأن الأصل في الزكاة أن ترد إلى فقراء المجتمع. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نخرج بفاصل قصير نأخذ فيه قسطا من الراحة، نعود إليكم بعده بإذن الله. يا من يحب الله أنست الهدى، لما اتبعت من محبة أحمد وسألت أهل الذكر. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في حلقة عامة. فضيلة الشيخ، الأخ جبير المحرزي يقول: من عزم على السفر في نهار رمضان هل يجوز له أن يصبح صائما على نية أنه عندما يسافر سيفطر في طريق السفر؟ نحن لا ننصحه بهذا، لا سيما أن طائفة من الفقهاء يرون أن الرخصة للمسافر حينما أبيح له الفطر في السفر إنما هي
مشروطة بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو التلبس بالسفر، والأمر الثاني هو حصول مشقة، لأنه لو فتح الباب اليوم للناس في كل سفر يحدثونه، السفر الذي يقصرون به الصلاة في أن يفطروا وأن يكون فطرهم أيضا ولما يشرعوا في السفر، فهذا سيؤدي إلى فساد كبير. ولذلك فإن فهم الرخصة للمسافر في أن يفطر إنما هي مرتبطة بالمشقة، وفي ذات الوقت حين التلبس بالسفر، فعندما يتلبس بسفره لا مانع حينئذ مع حصول المشقة أن يفطر. وأما أن يكون في وطنه ولم يشرع في السفر بعد، أو أن يكون سفره سهلا ميسورا مقدورا عليه، ففي هذه الحالة في فطره حرج كبير، والله تعالى أعلم. نعم. سؤال آخر يقول: هل يجوز لوكيل المسجد أن يشتري الماء للمسجد من المال المخصص لإفطار الصائم، مع العلم بأن المسجد قائم بإفطار الصائم والمال المتبرع لهذا الغرض كاف لإفطار الصائم وشراء الماء للمسجد معا؟ طالما أنه جمع لغرض مخصوص فلا ينفق إلا في ذلك الغرض المخصوص، ولا يخلو الأمر من إحدى حالين. الحال الأولى أن تكون صدقة الفطر هذه، أن تكون فطرة الصائم هذه إنما هي من وقف، وهذا واضح، الحكم فيه واضح، لا يصح صرفه إلا فيما جعل فيه في الموقوف عليه وهو فطرة الصائم، أو أن يكون من تبرعات جمعت لهذا الغرض المخصوص، فما جمعت من الناس إلا تحت عنوان فطرة الصائم، فالمتبرعون أرادوا تفطير الصوام، وحينئذ لا يصح أن تصرف إلى وجه آخر. فإن أرادوا لأموال لصيانة المسجد أو غير ذلك فليعلنوا عن ذلك وليخبروا المتبرعين قبل أن يدعوهم إلى التبرع، والله تعالى أعلم. أخ فلاح الصقري يقول: رجل كان يزكي ماله في كل عام لأن لديه مال يبلغ النصاب، انقطع ذلك المال ولكن بقي الحول ولا مال، مضى عليه أكثر من حول الآن لا يزكي لأنه لا يمتلك مالا، هل هناك تبعات أخرى تلحقه؟ لا تبعات، لأن الزكاة لا تكون إلا لمن ملك النصاب وحال عليه الحول، أي على ذلك النصاب، فطالما أنه نقص ماله عن النصاب وما عاد يملك حد النصاب فقد ارتفع حوله، لم يعد له حول حتى يعود فيتملك. نعم، لو نقص أثناء الحول نفسه، كان له حول مستقر زكى في العام الماضي أو في الأعوام السابقة، ثم في عام نقص عن مقدار النصاب ثم تراجع أثناء الحول، فإن أكثر الفقهاء يقولون بأن عليه الزكاة طالما أن له حولا مستقرا. أما في هذه الصورة فلا زكاة عليه ولا تبعات. في نصف دقيقة فضيلة الشيخ، كان يصلي الوتر ركعة واحدة فقط، الآن هل يعني ما فعله كان صحيحا أم لا بد أن يزيد؟ نختصر في الجواب كما اختصر هو في الوتر. هذا يسمى وتر العاجز، وهو صحيح، فيمكن أن يكون الوتر ركعة واحدة لكنه خلاف الأولى، لا سيما وأنه بالمداومة عليه، يعني كما يقول، لأن الوتر سنة مؤكدة، فكما يقول الفقهاء أن هذا الذي يداوم على الوتر ركعة واحدة فوتر عاجز، فهو عاجز، ولا يصح أن يهمل المرء في السنن المؤكدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا عليها، لا سيما وأن في الوتر فضلا كبيرا، فلا شيء عليه فيما مضى، وليحرص على أن يصلي الوتر ثلاثا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الإخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتهم، وخاصة الربيع بن حبيب صاحب التلاوة الطيبة، هذا جيد لأن تتابعونا غدا أيضا حتى تستمعوا إلى إجابات أسئلتكم. الإخوة الذين شاركوا أيضا بأسئلة كثيرة في التويتر والفيسبوك، كما تلاحظون الحلقة لا تستوعب الجميع، ولكن تبقى هذه الأسئلة موجودة لدينا نطرحها بين الحين والآخر. غدا بحول الله تعالى نريد منكم أيضا أسئلة أخرى، وسيأتي لكل منها نصيبه إن شاء الله تعالى. أشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام للسلطنة، شكرا لكم فضيلة الشيخ. نشكركم أيضا على حسن متابعتكم ومشاركتكم وإثراؤكم لهذه الحلقة. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.